عبر أداء متصاعد الإيقاع على المستوى وتمرير رسائل جريئة، اختطف ممثلو مسرحية اختطاف قلوب وأحاسيس الجماهير الكبيرة التي حضرت العرض على مسرح دار الثقافة، من إخراج الفنان أيمن زيدان، أعده بالتعاون مع محمود الجعفوري عن نص الكاتب والمخرج الإيطالي داريو فو. اليوم واحدة من المحطات المتميزة التي أعادت للذاكرة حمص ما قبل الحرب، حمص التاريخ، حمص الحضارة، حمص الثقافة، وحمص الأداء المتميز، وحمص الجمهور. هذا اليوم هو واحد من أيام حمص الثقافية، والجمهور اليوم كان معبرا عن واقع أهالي حمص الذي يعود تاريخيا إلى عمق حضاري وإنساني. حلاوة المسرح أنه رد الفعل بيكون بشكل مباشر تماما، يعني أنت بتقرأه فورا، فرد الفعل تبع الجمهور كان واضح يعني بالنسبة لنا للجمل اللي نحن كنا عم نركز عليها، فبظن أكيد واصلة يعني، ونحن حكينا بشكل واضح كثير، فبظن واصلة أكيد يعني الفكرة اللي بدنا إياها. نحن عرضنا اليوم حمص لعرض واحد بس، كنا متمنين نعرض أكثر، في كثير عالم ما كنت أتوقع هيك أبدا، في حب كثير فظيع وفي طاقة عشان ما بعرف أوصف شو حاسة، كثير ميكس مشاعر، وطبعا الجمهور حاسة إنه انبسطوا وحبونا كثير وعطونا طاقة فظيعة عن جد. عمل يحاكي الواقع عن تحكم رأس المال الفاسد بالسلطة والاقتصاد ضمن قالب هزلي ساخر وإسقاطات متقنة أبدع في أدائها الممثلون الستة بقيادة المخرج الفنان أيمن زيدان. رائع العرض، ممتاز، كان كتير حلو الإخراج. أول شيء فكرناها المسرحية مملة، بس لا، أبهرونا، شيء مبدع، شيء رائع. نقد كوميدي فظيع يعني، نقاط كتير اللي عم نعاني منه خصوصا بهاي الفترة كانت كتير حلوة المسرحية. مستوى عالي من الدقة والتنظيم والعمل الجيد، الإخراج كان أكثر من رائع، وكان في تنظيم كتير. كلام أسواقنا بشكل كتير كبير، ويعني كلياتنا ما حسينا بشيء غريب غير جمال العرض، لأنه كلياتنا عم نعيش هذا الواقع اللي حكونا إياه بهذا العرض. العرض كان رائع جدا ومميز وكتير حلو، وكان في شخصيات كتير يعني بنعرفها بنشوفها على التلفزيون، ولما بنشوفها على خشبة المسرح بيكون في شيء له طعمة تانية. رغم كل محاولات الإرهاب الفاشلة لضرب نبض وإرادة الحياة في سوريا، يعود المسرح ليتألق من جديد في مدينة حمص مع عودة المهرجانات الفنية والعروض الراقية، لتؤكد هذه المدينة حضارتها وعشقها للثقافة والفن. فاصل صغير مشاهدينا، بنتابع باقي فقراتنا لليوم.